السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا حشرح لكم المرحلة الثانية من مهام الشفرة المشفرة، تمام؟ المرحلة الأولى أنا سويتها وأخذنا فيها البخاخ المجاني ونزلتها في قناتي وأحط لكم الرابط أسفل الفيديو. الآن حشرح لكم المرحلة الثانية وعليها اللون أو الغلاف المجاني. هيركزوا شوفوا الموقع فين؟ في هذا المكان. ركزوا تمام عشان ايش؟ لا تضيعوا. شايفين الكونتينر هذا؟ فيه ثلاثة، تمام؟ واحد منا حندخل فيه، لاحظوا هذا اللي في الليش اول واحد هذا. تدخل هنا، بعدين تنزل هنا الى الاخير، تيجي عند الشاشات هذه، تضغط مربع كده، خلصنا التحدي. لاحظوا واخذنا اللون المجاني، شايفين؟ طيب بعد ما سوينا المرحلة الثانية يقولك ستسقط مهمة الشفرة المشفرة التالية غدا، يعني غدا في مهمة جديدة، فان شاء الله اذا نزلت المهمة حنزلها في قناتي. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر، وفي أمان الله.